بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. سهل اللهم علينا طاعتك ووفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والهدى. عرفنا فيما سبق أن علم الميراث علم عملي تطبيقي، وإنما يتمكن منه العبد أو من مبادئه الأولى على الأقل بالمسائل وحلها وبالتعليل، لأن شروط أصحاب الفروض وما إلى ذلك مما عرفناه في اللقاء السابق إنما يتمكن منها العبد إذا هو صار يعلل، يذكر العلة يعني السبب، كلما أعطى وارثا حقه. قال هذا يعطى النصف للانفراد وعدم وجود الحاجب، فلما يذكرها مرة ومرتين ثلاث يتمكن منها وبالتالي ترسخ في ذهنه. هذا من جهة. من جهة ثانية، إن أصحاب الفروض هم الأساس، لهذا كنا قدمنا هذه المسائل في اللقاء السابق وهي 15 مسألة وهي قليلة لكنها جامعة لجل ما ذكرناه. فإذا تمكن العبد من أصول مسائل أصحاب الفروض الذي يأتي بعده إن شاء الله تعالى يكون سهلا. هذه مسائل ألقيناها على السادة المتابعين في اللقاء السابق، الرجاء أن يكون البعض قد حاول أن يعطي كل وارث حقه. سنعرف الآن بحول الله وقوته نصيب كل وارث أو فرض كل وارث على الأصح، وتعليل ذلك لأجل أن يبقى في الأذهان ذلك التعليل فيعيننا على الجواب الصحيح. بسم الله. المسألة الأولى، بنتين وأب وأم. أعطي قاعدة، حينما تعطى خمسة ست وارثة ونحو ذلك دوما بحث عن الفرع الوارث، البنت أو الابن أو ابن الابن أو بدأ به، لأن أقوى الورثة على الإطلاق هم الفرع الوارث، أبناء الميت هم أقوى الورثة، إذا بدأ بهم أعطيهم، ثم أعلم أنهم وذلك الفرع الوارث سيؤثر في كل الورثة، كل الورثة إما يحجب بعضا وإما يسقط بعضا وإما كله سيؤثر فيه الفرع الوارث، إذن بدأ به وأعطيه نصيبه وابني عليه وسر مع باقي المسألة. هذه قاعدة هامة وهامة جدا جدا. البنتين تعددتا، عرفنا أن عند التعدد وعدم وجود من يعصبهن أن النصيب هو 2 من 3. الآب إما أن يأخذ السدس وإما أن يأخذ العصب. الفرع الوارث موجود، ما دام الفرع الوارث موجود إذن يؤثر في الأب فيأخذ السدس. الأم الفرع الوارث موجود كذلك تأخذ السدس. هنا شيء نقدمه كتقديم للدرس المقبل إن شاء الله تعالى، وهو أنه حينما يكون الفرع الوارث هذا مؤنث لا مذكر، فإن الأب هنا يأخذ السدس زائد العصبة زائد الباقي، العصبة هي الباقي. درس مقبل إن شاء الله سنعرف أن العصبة هي من يأخذ كل المال إذا انفرض، أو الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، أو لا يأخذ شيء. هذا تعريفه سيأتي في وقته إن شاء الله. فإذا نقسم المال، هذا الثلثين، هذا السدس وهذا السدس، والباقي يرجع إلى الأب. المثال الثانية، توفي عن أختين شقيقتين وأم وأخت لأب، وأخت لأب، إذن ليس عندنا فرع وارث، بدأ بمن شئت. الأختين الشقيقتين تعددتا وليس هناك من يحجبهن، إذن نصيبهن 2 من 3. الأم عندنا جمع من الإخوة، والجمع من الإخوة ينزل الأم من أكبر نصيبها الذي هو الثلث إلى الأقل الذي هو السدس. عندنا أخت لأب التي نصيبها النصف عند الانفراد، والسدس تكمل الثلثين عند الأختين الشقيقتين. لهذا قلت المسائل هذه في الأول، كنت قلت أن الميراث لا يمكنك أن تبدأ من غير استقلال عن الدروس التي تأتي بعد، لا بد من إشارات بسيطة، لا بد من إشارات بسيطة. شرحنا جيدا تذكرون بأن السدس الذي يعطى للأخت لأب لأجل أن نكمل الثلثين، إذا قلنا حينما تكون الأخت لأب أو أخوات لأب مع أخت شقيقة واحدة نعطي هذه النصف ونعطي هذه السدس لنكمل الثلثين، لا الثلثان كاملتا
كم الثلثين؟ أعطينا الثلثين كلها لأختين شقيقتين. إذا ماذا كم نعطي للأخت الأب حتى نكمل الثلثين؟ نعطيها صفر، لا شيء. وهذا درس الحجب وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذا نشير إليه بحرف الميم ونقول الأخت الأب هنا محجوبة. من حجبها؟ كمال الثلثين. أما الأخت الشقيقة لا تحجب أخت الأب، لكن كون أن الثلثين أخذتهما الأختين إذن ما بقي لها نصيب فلا تأخذ شيئا. المسألة الثالثة، توفي عن زوجة أربع بنات وأم وأخ لأب. نبدأ بالبنات، تعددت البنات وليس هناك من يعصبهن، يعني ليس هناك أبناء يعني إخوتهن، فإذن يأخذان الثلثان. وأربع بنات ابن، عفوا بنات أو ابن هو نفس الكلام، أربع بنات ابن يأخذان اثنين من يأخذون عفوا اثنين من ثلاثة. الزوجة فرع الوارث موجود تحجب إلى الأقل الذي هو الثمن. الأم الفرع الوارث موجود تحجب إلى الأقل الذي هو السدس. الأخ لأب لم نعرفه عند في أصحاب الفروض. الدرس السابق حينما عددنا أصحاب الفروض لم يمر علينا أخ لأب، إذن هو ليس من أصحاب الفروض. إذا كان الوارث من 25 ليس من أصحاب الفروض فهو إذن قطعا من أصحاب العصابة. من هو أصحاب العصابة؟ هم الذين يأخذون الباقي. فتحقق حرف عين، وفيما يأتي من دروس نعرف كيف نعطيه هذا الباقي وكيف نوحد المقامات وما إلى ذلك. المسألة الرابعة، توفي عن أختين لأب وجدة وأخ لأم. التعدد، أختين لأب يأخذان اثنين من ثلاثة. الجدة في مقام الأم، والأم عندها جميع الإخوة إن شئت، والأم مفقودة غير موجودة. الجدة عفوا ليس لها شروط كثيرة سوى افتقاد الأم. الأم غير موجودة تأخذ سدس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها السدس بالسنة، إذن تأخذ هذا السدس باعتبار أن الأم غير موجودة. الأخ لأم والذي يورث كلالة، هذا إذا كان انعدم الفروع وانعدم الأصول وارث حقه. الأصول غير موجودة التي هي الأب والجد ونحو ذلك، الفروع غير موجودة ذكور وإناثا، إذن يأخذ حقه. حقه عند الانفراد السدس، وعند التعدد الثلث. انفرد إذن يأخذ السدس. مسألة خامسة، توفي عن زوجة وأم وأخ شقيق. الزوجة ليس عندها فرع وارث يحجبها فتأخذ أكبر الأنصبة الذي هو الربع. الأم ليس عندها فرع وارث يحجبها ولا جمع من الإخوة، ليس عندنا جمع الإخوة، إذن تأخذ أكبر الأنصبة الذي هو الثلث. الأخ الشقيق ليس من أصحاب الفروض، لم تدرسه في أصحاب الفروض، إذن هو من أصحاب العصر. المسألة السادسة، توفي عن زوجة وأم وأخ لأب وأختين لأم. الزوجة ليس عندنا فرع وارث، إذن تأخذ أكبر الأنصبة الذي هو الربع. الأم عندنا جمع من الإخوة، واحد اثنين ثلاثة، إذن تسقط من الثلث إلى السدس. الأخ لأب ليس موجودا من أصحاب الفروض وليس هناك من يحجبه، إذن يأخذ الباقي العصب. أختين لأم شركاء في الثلث، تعددت الإخوة لأم وليس عندنا هنا من يحجبهم من فرع ولا أصل، إذن يأخذان الثلث شركاء فيه. المسألة السابعة، توفي عن أم وأختين شقيقتين وأختين لأم. الأم عندنا جمع من الإخوة يحجبها من الثلث إلى السدس، يسقطها. الأختين الشقيقتين ليس هناك من يعصبهن، هما إخوتهن من أشقاء، إذن يأخذان الثلثان عند التعدد. أختين لأم ليس عندنا فرع وارث ولا أصل ولا ليحجبها، وهذا تعدد مثل هذا تماما، فيأخذون أو يأخذان الثلث. المسألة الثامنة، توفيت وتركت زوجا وأبا وابنا. نبدأ بالفرع الوارث ونقول هذا الابن إن شئت تبدأ به لا حرج، لأن تعرف أثره، يعني لأن لا تغفل عن أثاره. إن شئت أن تبدأ به تعطيه ميراثه، وإن شئت أن لا تعطيه ميراثه على الأقل انتبه، عندك ابن، إذا عندك فرع وارث سيؤثر في الجميع. فالابن يؤثر في الأب، فالأب يأخذ السدس عند وجود فرع الوارث. الابن يؤثر في الزوج،
فالزوج يأخذ الربع أقل من النصف عند وجود فرع وارث. الابن ليس من أصحاب العصبة ليس من أصحاب الفروض، فإذا هو يرث بالتعصب، يعني يأخذ الباقي. المسألة التاسعة، توفي عن زوجة وأم وابن ابن. مثل ما قلنا نتدرب كيف نقسم الميراث، نأتي إلى الفرع الوارث ونقول أثره في الزوجة أنه يحجبها ينقص ميراثها من الربع إلى الثمن بوجوده، أثره في الأم ينقص ميراثها من الثلث إلى السدس وهو يأخذ ما بقي. المسألة العاشرة، زوجة وبنت ابن وبنت. البنت من أقوى الورثة هي الابن، منفردة وحدها وليس عندها أخوها، ليس عندنا ابن ليعصبها، ترث معه بالعصبة، إذن ترث نصفها، هي أول من عرفناه من أصحاب الفروض، أصحاب النصف الأولى البنت. البنت عندها نصف، بنت الابن هذه موجودة مع بنت الصلب وبنت الصلب وحدها، إذن مجموع ما يأخذ هذه البنتان البنت وبنت الابن هي الثلثين. كيف تأخذ ثلثان؟ كيف يأخذان الثلثان؟ لابد من أن تأخذ هذه السدس لأجل أن نصل إلى الثلثين بجمع النصف زائد السدس. الزوجة عندنا فرع وارث يحجبها من الربع إلى الثمن. مثال 11، زوج وأم وجد وابن. عندك ابن هو الذي يؤثر الجميع، فالابن هذا يحجب الزوج من الربع من النصف عفوا إلى الربع، يحجب الأم من الثلث إلى السدس، الجد عاصب في الحقيقة وهو من أصحاب الفروض، يعني هناك من يرث بالعصب ولا أصحاب الفروض، يعني عند الانفراد وفي وجود فرع الوارث كأنه أب. الجد هذا عند عدم وجود الأب كأنه أب، الأب عند وجود فرع الوارث يأخذ السدس، فكذلك هذا الجد يأخذ السدس بوجود هذا الابن، والابن عاصب يأخذ الباقي. مسألة 12، توفيت عن زوج وأم وأخوين شقيقين. ليس عندنا فرع وارث، بمن شئت الزوج، ليس عندنا فرع وارث، إذن يأخذ أوفر الأنصبة الذي هو النصف. الأم ليس عندنا فرع وارث، لكن عندنا جمع من الإخوة، والجمع الإخوة يحجبها، إذن تنزل من الثلث إلى السدس. عندنا أخوين شقيقين، يعني ذكور، لم يمر معنا الأخ الشقيق في أصحاب الفروض، إذن هو ليس من أصحاب الفروض، إنما هو من يأخذ الباقي الذي هو العصبة، فيأخذ الأخوين هذين العصبة، يعني الباقي. المسألة 13، توفي عن أخ لأب، أخت شقيقة، أم وعم. جمعنا بعض العصبة لتكون مقدمة للدرس المقبل إن شاء الله تعالى. نبدأ بالبسيط، لأن في الميراث بدأ بمن شئت، عندما نقول بدأ بأصحاب بدأ بالفرع الوارث، هذا لنسهل عليك، لأن الفرع الوارث يؤثر في الجميع، فإن شئت أن تبدأ بغيره بدأ بمن شئت، في الميراث بدأ بمن شئت. فلنبدأ بالأم ونقول عندنا جمع من الإخوة، إذن الأم عند وجود جمع من الإخوة مطلقا ترث السدس. عندنا أخت شقيقة، الأخت الشقيقة هذه ليس عندها أخ شقيق يعصبها، وليس هناك من يحجبها، إذن تأخذ هي من أصحاب عند الانفراد هي من أصحاب النصف، إذن تأخذ نصفها. الأخ لأب، هذه أخت شقيقة، هذه أخت الميت من أبيه وأمه، وهذا أخ الميت من أبيه فقط، هي أقوى منه لأن هذه قرابتين، لكن هو كذلك هنا ليس هناك من يحجبه، وبالتالي عندنا أخ لأب وعم، عندنا أخ لأب وعم، كليهما لم نجده في درس أصحاب الفروض، لا عرفنا الأخ لأب ولا عرفنا العم، إذن كليهما من العصبة، إذن كليهما يأخذ الباقي. هل هذا الباقي نقسمه على الأخ لأب والعم؟ لا، هذه قرابة أخوة وهذه قرابة عمومة. إذا كنتم تذكرون في أول درس حينما رتبنا القرابات قلنا بنوة أخوة
عفوا بنوة أبوة أخوة عمومة بهالترتيب. البنوة قبل الأبوة، والأبوة قبل الأخوة، والأخوة قبل العمومة، العمومة هي آخر مراتب. فحينما يكون عندي في أصحاب العصبة جهة مقدمة على جهة، فالجهة الأولى هي الثالث، فالأخ لأب هو الذي يأخذ الباقي كله، كل الباقي يأخذه الأخ لأب. والعم هذا لا يرث شيئا باعتبار أن الأخوة مقدمة على العمومة، فنكتب حرف الميم باعتباره محجوب بالأخ لأب. لاحظ هنا ما قلنا، يعني ما يجعله بعض الناس سببا في صعوبة علم الميراث، وهي أننا قبل أن ندرس باب العصبة وقبل أن ندرس باب الحجب احتجنا إلى مقدماته في مثل هذه الدروس. لماذا؟ لأجل أن لا نبقى فقط عند أصحاب الفروض، لأجل أن يعرف الطالب بأن علم الميراث من أصحاب الفروض، من العصبة، من الحجب، من كله شيء واحد. لابد من أن يكون عندك بعض المقدمات عن العصبة وعن الحجب وأنت لازلت في درس أصحاب الفروض، لأنها سلسلة واحدة مترابطة. مثلا ما قبل الأخيرة 14، توفي عن أم وبنت وأخ شقيق. البنت فرع الوارث القوي انفردت لأن تأخذ النصف. الأم عندها فرع وارث، وجود فرع وارث في الورثة إذن يحجبها إلى السدس، من الثلث إلى السدس. الأخ شقيق ليس من أصحاب الفروض، إذن يأخذ الباقي الذي هو العصبة. المسألة الأخيرة في هذا التمرين البسيط، توفي عن زوجة وأم وسبع إخوة لأب. الفرع الوارث غير موجود، بدل من شئت. الزوجة ليس لها من يحجبها الفرع الوارث، تأخذ أقوى الأنصبة، أكبر الأنصبة الذي هو الربع. الأم عندها جميع إخوة، جمع من إخوة يحجبونها، إذن تنزل من الثلث إلى السدس. جميع إخوة هؤلاء هم أخ لأب، نضرب في سبعة، السبعة أخ لأب. الأخ لأب ليس من أصحاب الفروض الذين عرفناهم وحفظناهم، إذن هو من أصحاب العصابة، الباقي يقتسمه هؤلاء السبعة. هذه أيها السادة 15 مسألة بسيطة، بسيطة جدا، جمعنا فيها تقريبا أهم ما يمكن الإشارة إليه من أصحاب الفروض، وسرنا على طريقة بسيطة لأجل أن نطلق يد المتابع. فيمكنك الآن أن تأخذ ورقة وقلم وتأتي إلى أولئك الورثة الذين درستهم في الدرس الأول 25 وتكتب أما زوجة أخا ابن بنت، ثم تأخذ قلم أحمر وتصير تنظر هذه الأم كم تأخذ، ما هو شرطها، هذا الأب كم يأخذ ما، وهكذا. ثم ترجع إلى هذه الحصة إن شئت، ترجع إلى الحصة التي قبلها لتعرف صواب هذا التقسيم الذي أعطيته لأولئك الورثة، سواء من أصحاب الفروض أو من عصبة أو من الحجب. الذي نريد أن نختم به هو أن ما سيأتي إن شاء الله من دروس في تقسيم النصيب، لأننا هذا كله ليس تقسيم نصيب، إنما هذا ثلث ربع ثمن ونحو ذلك، يعني سنصل إلى أنه ترك كذا وكذا من المال والنقود أو نحو ذلك، فكم يعطى؟ إذا نعلم أنه إذا أنت أخطأت في هذا البداية فكل ما سيأتي بعدها سيبنى على الخطأ ولا يظهر لك، قد لا يظهر أنك أخطأت مع أنك في الحقيقة أخطأت في أصحاب الفروض. فإذا حفظ أصحاب الفروض والتمكن منها هو الذي يجعل المسألة سليمة صحيحة حينما نصل إلى تقسيم المال أو تقسيم الهكتار، أرض ترك أرضا من مساحة كذا وكذا من هكتار أو نحو ذلك، كم يأخذ كل ابن؟ قال هذا يأخذ 5 هكتار، هذا يأخذ 2 هكتار إلى غير ذلك، هذا كله مبني على هذا. فهذا هو الأصل الأساس الذي يبنى عليه ما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.